السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هاني العليلي. هنتكلم أو هنكمل مشروع الكلام، يعني الجزئية اللي هي resetting the secure channel. احنا اتكلمنا عن resetting the secure channel عن طريق ال active directory user and commit. تمام، اللي انت كنت الأول لحظة وش تقول active directory user and commit. تقوم فتح اللي هو الكمبيوتر وتقوم رايت كليك على الجهاز وتقول له ايه ريسيت اكاونت. تمام، تاني حاجة اتكلمنا عنها دي اس مود. اتكلمنا عن دي اس مود، ده امر كنت بتستخدمه في الكومند عشان يقوم بعملية سيتنج سكيورشن. في أمرين، في تلات حاجات، في ان تي دوم دي يعني كومند، و ان ال تيست كومند، و ويندوز باور شيل كومند. يعني هو هيكتب في كومند لاين، بمعنى صح زي ما كنت بتقول زمان لغة النص. تعال نشوف بس نتكلم عن هي نت دوم. إذا عملتها ولا لا هوصلك لمرحلة. تعال قالك إن الدوم دي إيه السنتكس بتاعها. قالك إن الدوم أهي الأمر مش عارف هو غير أهو الدوم ست ماشين نيم. الماشين دي اللي هو الجهاز اللي هتعمل له سكيور شانل، اللي انت عاوز تعمل له ست سكيور شانل اللي هو الجهاز بيبقى كلاينت. والدومين اللي هو بتكتب اسم الدومين واليوزر نيم والباسورد. ده طبعا اليوزر بتاعه يوزر مش عارف زيرو وباسورد. تمام. قال لي في صيغة بحس طبعا نت فلقيتها، فقال لي نت دوم ريسيت كمبيوتر مش عارف دومين، وهنا بتكتب سيرفر واليوزر والباسورد. تمام، قال لك تمام. طيب نمشيها خطوة خطوة، أنا راجل أحب أمشيها خطوة خطوة. انا هكتب نت دوم، مش فاكر كنت نت دوم ايه. هو قال لي هنا نت دوم ريست اهي. طب مش فاكر بدوس انتر بس. فقال لي نت دوم دي بيجي معاها كذا حاجة وضمنها حاجة اسمها ايه ريست. طيب وده عامل مسافة وهي ست. طب اكتب ايه بعد ست؟ مش فاكر بعد شهر سنتر. فبيجيب لي البرامتر بتاعتها. تمام، فبيقول لي هنا في عندي هنا ايه اللي هو الماشين. هنا اهو بدأ يتكلم معايا اللي هنا في عندي ماشين ودومين وسيرفر. قال لك الماشين احنا عرفنا البي سي، احنا نكتب هنا يا جماعة البي سي. نكتب بس الأمر ده كده تاني. قال لك الماشين الجهاز اللي انت عاوز تعمل له سيتنج سكيورشن. مين الجهاز اللي عاوز تعمله؟ قال لك ويندوز 7. هو ده الجهاز. طب اسمه ايه الجهاز؟ ما هو رايت كليك على باي كمبيوتر اقول له بروبرتيز. أبى هل هنا بي سي ده اسم الجهاز. فقلت له طب خلاص انا عرفت البي سي. ايه تاني في البارامترز؟ انك الدومين دي الدومين
تعمل سلاش وتكتب كلمة دومين. قال لي في حاجة حلوة أنا في الويب سايت هنا، قال لي بدل ما تكتب كلمة دومين اختصرها بكلمة الدي، وفر علينا وقت. قلت له ماشي كده كويس، أنا ما بحبش أقعد أكتب كتير، نصعب في الدي وأعمل إيه؟ نبتدي وأكتب بالعلي دي دوت كوم، ده اسم الدومين وادوس مسافة. قال لك بعد كده هتجيب السيرفر، السيرفر ده ايه اسم سبيسيفاي دومين كنترول تو يوز ذا استبليس ذا سيكيورشن، اللي هو الدومين كنترول اللي هو الجهاز اللي محطوط عليه اللي بيلعب اللي هو الاكتيف دايركتري. تعالى بس اختصاره ايه الاسم، بدل ما اقعد اكتب كلمة سيرفر بكتب هنا سلاش اس وادوس هنا نقطتين. طب اسم الجهاز، قال لك اللوكال بتاعي فتحت اللي هو الويندوز سيرفر 2012، فقال لي اللوكال بتاعي اللي هو الجهاز اللي انا حاطط عليه الاكتيف دايركتري الدومين كنترول اللي هو الدي سي، ده اسم الجهاز. فبقول له ماشي وبتعمل الدي سي. وقابل مسافة وقابل سلاش وقابل هنا ايه بقى اليوزر دي، قال لك اختصاره ايه او اليوزر بيكتب يوزر او، فاحنا بنكتب يو او بس يو او يو اليوزر لازم تعمله هنا بالادمنستريشن ادمنستريتور، صح كده؟ يا رب يكون صح. ماشي بس واعمل هنا سلاش واقول له الباسورد بي او على ما اتذكر، بس ما غلطش لان لو اي حاجه تبقى غلط كل ده يقوم واقف شيء بي او. كتبت بي او ونزلت هادي ات 1 2 3 4 5. يبقى انت هنا هتعمل ريسيت للسكيورشن بس عطاه امر اسمه ديت دو، تمام؟ قال لي تمام ده الامر، ده الامر بعد ما انا ايه ديت دو بس ماشي بعدين خلاص. شكرا شكرا. اسود 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 يبقى احنا كتبنا للدوم وكتبنا ست، كتبنا اسم الجهاز اللي هتعمل له السكيورشن اللي هتعمل له ست السكيورشن اللي هو جهاز الكلاينت اللي هو عندنا هنا في الويندوز 7 اللي هو اسمه ايه بي سي، تمام. واحد تاني واكتب اسم الدومين واكتب حرف الدي وعلي دي دوت كوم، ده اسم الدومين مسافة سيرفر الجهاز اللي بيلعب عليه الاكتيف دايركتري اللي هو السيرفر ده اللي احنا عليه دلوقتي اللي احنا بنكتب عليه الامر، الامر ده كله ده بنكتبه على طريق السيرفر. واكتب الدي سي. واحد بيقول لي ممكن اعمله على جهاز القناة، انت ممكن تعمله على جهاز القناة بس هتخش بيوزر اللي هو الادمنستريتور، وبعد كده سلاش يو يو او وادمنستريتور وايه والسلاش بي او هادي اد مش عارف ايه ونص انتر هاز بين ريسيت، يعني هو خلاص اتعمل له من هنا ايه سكيور شال خلاص وز دي سي اذا كوماند كومبليت سكسس. خلاص انا كده عملت عن طريق الاب للدوم ريسيت للايه للبي سي. تمام احنا كده خلصنا اللي هو الامر للدوم. في عندي تعمل برضه سيتنج لل عن طريق ايه ال ال تيست. طيب دي تتكتب ازاي؟ طيب ازاي
شوف كده تاني. ال 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 تيست. شوف مسافة وأعمل هنا سلاش وأكتب كلمة صفحة. كل ده على هذا الصفحة. وأعمل نقطتين وأكتب بي سي. الصفحة هنا قصده الجهاز اللي هيتعمل له ريسيت السكيور شانل، أو الجهاز اللي هو إيه الكلاينت. ومسافة وأعمل سلاش وأكتب اس سي اندرسكو ري ست نقطتين اريدي اندرسكو. ونعمل ايه؟ شخصة اللي هي العكس بي سلاش دي سي. ايه اللي انت كتبته ده؟ ال 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 تيست طبعا هي بتقوم، والليت دوب دي بتقوم حاجات كتير غير السكيور شانل. في فصل هنتكلم على الحاجات دي يعني شوية، ممكن تضيف في يوزر، ممكن تحذف في يوزر، هنشوف الكلام ده. بس احنا بناخد الجزء الأمر ده اللي هو ال ال تيست بيعمل ريسيت السكيور، اللي هو بيعمل حاجات تانية كتير. طبعا مجرد انت هتكتب ال ال تيست وعلامة استفهام وانت هيقول لك انت هو يعمل ايه. ممكن يعمل كويري، يعمل بحث، يبحث عن حاجة. تمام. فهنقول ايه سيرفر بي سي اس اي ريسيت اليدي دوت، ونقول له ايه الدي سي اللي هو الدومين كنترول. طب ايه هو النب؟ قال لك ال ال تيست، ونعمل سيرفر نكتب هنا اسم البي سي سيرفر نيم، وهنا نكتب ريسيت، ونكتب هنا الدومين اسم الدومين، وهنا الدومين كنترول اللي هو الجهاز اللي برضه بيعمل الاكتب تحت. وندوس انتر هيديني ايه؟ تمت العملية هنا بلغة. خلاص دي سي خد ماشي تمام. هيقول لي هنا العملية تمت هنا ايه بلغة. ده الأمر اللي هو ال ال تيست تمام. دلوقتي احنا اتكلمنا عن ريسيت سكيور شانل عن طريق الاكتيف دايركتي وزر ديفولتر ودي اس مود ودي الدوم وال ال تيست. طبعا الاوامر دي او الامرين دول بيطبقوا عن طريق اسف عن طريق اللي هو الادمنستريشن او الادمنستريتور اللي هو الادمنستريتور الاكتيف دايركتور. طيب في ويندوز باور شيل. ويندوز باور شيل ده هنستخدمه عن طريق الكلاينت. عن طريق ايه يا جماعة؟ الكلاينت. تمام. طيب في الويندوز سيرفر في هنا حاجة اسمها باور شيل، ندوس عليها يفتح لي باور شيل. طب في الويندوز في الويندوز 7 مفيش حاجة اسمها باور شيل. فأنا بفتح الكوماند وأكتب هنا باور شيل وأدوس انتر، هو حول لي على الباور شيل. خلاص. طب اعمل ايه؟ الاب قال لي هتكتب كلمة تيست ودوس زوار تاب. بمجرد تدوس زوار تاب، طب كل ما تدوس زوار تاب يجي لك ايه اوامر في الباور شيل. طبعا الباور شيل دي بحر، دي بحر بحر كده بالاوامر. تمام. وادوس مسافة وادوس ايه سلاش او
ودوس وارتاب. هو الميزة هنا في الكوماند لاين على الباور شيل ان انت ممكن تكتب حرف ودوس زر تاب يجيب لك بقية الايه الامر بدل ما تقعد تكتبه، غير عكس الكوماند لاين. لما طلعت من الكوماند لاين هتبقى مكتوب في الايه فوق بالكوماند لاين باور شيل، تمام؟ فهو مجرد بدوس تاب هو بيريحني بدل ما اقعد اكتب الامر، لان انا ممكن اغلط وانا بكتب الامر. حصل مني انا بغلط، هو هيحصل منك ان انت تغلط، ممكن يبقى كاتب الصيغة ومتأكد إن هي صح بس في حرف غلط، فأنا بريحك في القصة دي. باور شيل هو اللي بيعمل كده. بندوس إيه هنا إنتر، يديك كلمة تو، تو يعني هو خلاص عمل إيه اللي هو سيتنج سيكيورشن، تمام كده واضحة؟ كده واضحة. طيب يبقى احنا عملنا الويندوز سيرفر، عملنا سوري عملنا بالويندوز باور شيل الامر اللي احنا اللي هو مكتوب دلوقتي تيست كمبيوتر سكيور شيل ريبير، تمام؟ قال لي ماشي. يبقى كده واضح اللي احنا بنستخدمه. طيب طبعا انا فتح اللي هو اللي بيقولوا عليه البوك او الكتاب اللي هو 70 و410 صفحة 120 هو المفروض 405 بس طبعا هو في كلام بيتكتب كتير، فاحنا ايه بنحاول نقولهم ونوفر عليك وقت ومجهود، تمام؟ هو لو انت عايز تنزله من عادتي بتنزله عادي. طيب يبقى احنا عرفنا الويندوز باورشيل اتكلمنا على السيكيورشن، تمام كده واضح بالنسبة لكم، تمام. احنا دلوقتي كده ننتهي من قصة اللي هو السيكيورشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي سؤال في بيقول ليه انت عملت تيست كمبيوتر سكيور سنة ريبير؟ هو الأمر ده أنا هفتح نقفل هذه هو جهاز بطيء أوي. هنفتح هنا الكومنت في على جهاز السيرفر. الناس في السؤال بقى ليه انت كتبت باور شيل ودوس انتر في جهاز الكلاينت وكتبت تيست بس تاب كمبيوتر بدوس تاب اهو عشان يجيب لي كمبيوتر سكيور شانل سلاش ابي وادوس هنا ايه الامر ده انا ليه مكتبتوش على السيرفر ودوس انتر؟ قال لك يديك فولس. قال لك هو الامر فيه غلط؟ لا الامر صح مش حاجه غلط، بس قالك الامر ده ما تيجي تكتبه بشغله من على الكومنت اللي موجود فين؟ اللي موجود في جهاز الكلاينت وهي ظهر كلمة تور. آسف معلش، أما في السفر هي ظهر كلمة فولس. حتى لو فتحت الباور شيل نفسه وكتبت تيست و سلاش ريبير ودوست انتر برضه هيديك فولس. لازم تكتب الأمر ده من على طريق جهاز الكلاينت، هو اللي قال you must run the command on the local computer. أنا عاوز أعمل اللي هو reset
السكيور شانل بتمر من لوكال كمبيوتر اند الدومين. فالامر ده هتكتبه فين؟ في اللي هو الجهاز الكلاينت، تمام، وليس في جهاز السيرفر، تمام. قال لي تمام. في ناس سألت سؤال، هو يعني احنا هسقوه كده ولا كده، بس هخلي برضه في الفيديو طول ما انا فتحت. قال لي انا عاوز اعرف الاكتف دايركتري اسم الدومين ايه. بقول له اسم الدومين احنا عارفين، افتح من قائمة دوز او ادوس على اللوكال سيرفر، يقول لك هنا اسم الدومين. لا قال لي الله اسم الدومين اهو الاله دي. طب انا ما فيش حاجة هنا، قلت له اكتب امر ست ودوس انتر وتجيب لك جميع المعلومات اللي عندك حتى اليوزر اللي انت فاتحه، تمام. عندك هذا اول حاجة يوزر نيم، تمام، ادمنستريتور، وعندك هنا الدومين، في حاجة ثانية طبعا بيوضح لك هنا لوجو اللي هو عبارة اللي هو الدي سي، اسم المكنة اللي فتح عليها دلوقتي الجهاز ده، الدومين كنترول اللي هو اسمه اسم الجهاز بتاعك الدي سي، وجاب لك اليوزر اللي هو الادمنستريتور، والدومين اسمه الاليد جروب سوري الاليد دوت كوم. الأمر ده مهم أوي، ما أعرف منه إيه اللي هو بتعرف منه المعلومات اللي هو information عن الجهاز نفسه، تبدأ أعرفك عشان من خلالها وأنت بتكتب الأمر تتأكد. ظهر عندي الاليدي دوت كوم، انت لو كتبت رقم ست وما ظهرلكش الاليدي دوت كوم يبقى انت فاتح كوماند، ممكن تكون فاتح كوماند مش على الدومين، او فتح الكوماند بتاع اللوكال، بتاع اللوكال بتاع الجهاز. انا مش داخل بيوزر اللي هو الادمنستريتور اللي هو على الاكتف دايركتري، داخل بادمنستريتور بتاع اللوكال بتاع الجهاز البي سي يعني، تمام. طبعا انا ما كنتش عملتها، فقلت ايه حد ساعدني، فقلت ما انزل ايه موضوع عشان تمام. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.